اللي نعرفه هو الوحيد اسمه نتاع سيدي بوزيد. انا خويا جريح ثوري. عندي جريح ثوري. كان سميني شهيد مشاهدة ثورة تونسية. هشام محمد شهداء نتاع ثورة، مش مشهداء راسك نتاع عامل مشهداء قدام ربي قدام العدالة، مش مشهداء. ناس يكسروا ويدقدقوا يحرقوا ويجي يقول شهيد، شهيد اللي على الوطن وعلى الدين وعلى لا شهيد، مش بعزيز، مش شهيد بعزيز، بس قتل روحه ما مانيش حافظتهم والله يرحمهم. أنا ماذا بيا نرجع لهشام العليمي ونرجع لشهداء الحوض المنجمي لأنهم بالفعل أولى شهداء الثورة. بن علي بن علي شهيد من شهداء الثورة التونسية. بوعزيز بوعزيزي هو الشهيد معناها، وفما برشا شهداء بار البوعزيزي، فما برشا شهداء من جرح الثورة. كل ما هو معناها في القدم معناها قدم الدم نتاعو فداء لإزاحة الديكتاتورية، وإن شاء الله ما ترجعش بعد الثورة المجيدة هذه. نعرفوا بس فما ثورة هي صارت؟ ما نعرفش، ما عنديش فكرة. فما ثورة من وصل في تونس؟ بالنسبة لي أنا الشهيد هو حاتم الفقيه نتاع البوب اللي تم اغتياله، ما نعرفوش لتوا شكون اغتياله. شهداء في القصرين مع كامل احتراماتي لهم، ما نعرف حتى اسم، ما الاسم هذا قعد على خاطر اسم اسم حاتم الفقيه البوليس اللي خارج يخدم في دورية باش يأمن الناس، تم معناتها اغتياله بطريقة غادرة. بو عزيز أحمد طالبي في القصرين هاك على ما نظن، شكون آخر؟ عبد الوهاب من برشنية، ما نسميهمش ما نذكرش الأسامي. الحقيقة ما نعرفش. عرش أول واحد محمد بو عزيز. ها زيدك ولا يزيك؟ زيدني برشا. لالا محمد رسول الله في حومتي انا، فما بنيه اسمها مروه كيكه صدقني ربي مروه مات. فما محمد علي هذا يخدم مرشي الجرو. محمد بوزيز شعب التونسي ما نعرف حتى واحد. ما نعرف منهم حتى واحد. والله شو نقولك، التونسي كلهم شهداء، مش كان اللي مات، حتى التونسي مازال حي شهيد وضحيت العبيد اللي عايش معاهم توا. وش اسمه؟ بوعزيز. وائل التونسي. وين مات؟ هذا في الزهرونية. هما برشا شهداء فهمت، كما انيس العيادي، كما في باب الفله زاد برشا، زاد ثلاثه ولا اربعه. فما زاد في منجي سليم زاد برشا ضحايا هبطت. بوعزيز. نعم اسم شهيد محمد البوعزيزي. لا مستحضر كان البوعزيزي. حتى حط من البوعزيزي خليل. ما نعرفش ما نعرفش حتى حد، حتى حد شهيد. الشهيد زي سامي يوسف. وين مات؟ زي في بيع عشي سيد بوزيد ولا قروان ولا سيد بوزيد نورمال.